أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن مملكة البحرين ماضية نحو مواصلة ازدهار الحركة الأولمبية والرياضية بما يسهم في ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم الداعم الأكبر للرياضة البحرينية، وأثمر هذا الدعم في بلورة العديد من الأهداف بتحقيق الإنجازات العالمية في شتى المحافل، إضافة إلى أن الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وضعت القطاع الرياضي ضمن أولوية عمل الحكومة لمواصلة إبراز الرياضة البحرينية في المحافل العالمية. جاء ذلك لدى لقاء سموه بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مع سعادة السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في سويسرا. وأجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين واللجنة الأولمبية الدولية بما ينعكس على مواصلة تطور وازدهار الحركة الأولمبية والرياضية في مملكة البحرين. من جانبه أشاد سعادة السيد توماس باخ بمسيرة الرياضة البحرينية التي تشهد تطورا ونموا على مختلف الأصعدة ساهم بوصول البحرين لتحقيق العديد من الإنجازات العالمية أبرزها الميداليات الملونة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت في فرنسا، معربا عن خالص تمنياته لمملكة البحرين بالمزيد من التطور والازدهار. وبارك السيد توماس باخ بتحقيق مملكة البحرين المركز الأول في الترتيب العام بدورة الألعاب الأولمبية بفرنسا من حيث عدد السكان حول العالم، مؤكدا أن هذا الإنجاز الرفيع يؤكد ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من نجاحات متواصلة ودافعا للبحرين في تحقيق المزيد من الإنجازات.